يعطيكم العافية جميعاً ومرحبا فيكم. بدي أحكي لكم عن شغلة وصلتني على الانستغرام. يعني في صبية بعتت لي بتقول لي شوف البرنامج تبع هاي البنت وعادة بتعمل وأنا كتير معجبة بجسمها وبشكلها. حلو تمام. هلا برنامج عملته البنت هو هوم وركاوت، هو أساس أنه أتمرن في البيت وبدك تتمرني مع اللي هي البوتي باند وسكوات جامب ومش عارف شو. البنت اللي هي متابعتها، البنت عبارة عن آتليت، واضح جدا انها بتتمرن في الجيم، يعني هالك حالها في الجيم. كيف احنا منروح ومنتمرن؟ هاي مدربة، المدرب بده يحافظ على شكله، اكيد بده يضله شكلك انت عشان يعني عشان تعمل انسباير وموتيفيت للكلاينتس. الكلاينتس بدهم يطلعوا عليك، بده يكون شكلك زي يعني مرتب، شكلك مدرب عشان هم يطلعوا لك انه انا بدي اوصل للمرحلة اللي انت واصلها. وبرضه بتثبت لحالك وبتثبت لهم انه انت بامكانك تعمل شغلة توصلهم للي هم بدهم يوصلوه. هلا البنت واضح جدا اللي هي عم مالها تتابع البروفايل تبعها انها بتتمرن تمرين خرافي بالجيم، يعني سحبة الرجلين، الخصر، الايدين، الظهر، كل اشي مبين عليها انه البنت هاي بتتمرن اوزان وبتتمرن حديد وبتتمرن وبتعمل تمارين بودي بيلدينج. هلا البنت مش معناها انها بودي بيلدر، بالعكس البنت كتير حلوة، كتير جسمها حلو، بس برضو هاي شغلة لازم نحكي عنها انه البنات دايما خايفين من موضوع انه اذا انا بدي ارفع اوزان رح اصير بودي بيلدر، رح يصير شكلي غلط ورح يصير كتافي عراض. لا، مش القصة. طبعا في كتير ناس حكت على الموضوع، هنا بدي ارجع اعيد على الموضوع. لما تتمرن انت اوزان بتساعد الجسم انه يحرق دهون اسرع من الكارديو اللي بتعمليه. يعني الكارديو اللي بنعمل انه بس انا بطلع على التريدميل او بركض في الشارع او whatever، كل هاي انواع الكارديو اللي بضل الواحد شغال عليها، الكارديو هذا بيحرق لك قديش؟ يعني بالساعة ازعم تريدميل راح يحرق لك 500-700 كالوري لو كنت بتركضي وشغالة. وحتى للشباب طبعا احنا بنحكي نفس الحكي، بس لما تيجي انت تتمرن اوزان، تتمرن اللي هي الريزيستنت تريننج، مش شرط انه يكون اوزان، ممكن يكون ريزيستنت بان، ممكن يكون حديد، ممكن يكون واحد بروح عماله على كلاس، هاي الاشياء كلها ترفع، يعني بتخلي الواحد بتعمل دمار عاطفي للعضلة. يعني هلا العضلات هي عبارة عن فايبرز، هيك شكل الفايبرز هيك. لما احنا نتمرن نعمل تمارين فيها اوزان وفيها ريزيستنت تريننج، احنا عمالنا بنعمل تمزق طفيف او خفيف للعضلة، بس تمزق هاي العضلة بشكل جزئي. روح الواحد على البيت، هذا هو الشعور بالتعب اللي بحسه تاني يوم، الاوجاع اللي بحسها تاني يوم وثالث يوم، اللي هي لمدة 48 ل 72 ساعة وهو عماله جسمه بيعمل ريكفر. طبعا ممكن يعمل ريكفر اسرع اذا بنام احسن واذا باكل احسن. هالاشياء كلها بتفرق معاه انه لما انت عم تعطي جسم بده نيوتريينتس، بتعطيه النيوتريينتس المناسبة اللي هو الدايت. واحنا مش شرط انه الدايت يكون يعني ستريكت دايت 100% عادي، بس اذا انت عمالك بتنظف الاكل وبتاكل كويس وعمالك بتعطي الجسم البروتينات والكربوهيدرات والاشياء اللي عماله بيحتاجها، الجسم رح يعمل ريكفري. بهاي الريكفري فيز بيصير عندك انت 3 ايام او يومين، 48 ساعة هو الجسم عم بيعمل ريكفري، مرات 72 ساعة خصوصا تمارين الرجلين اللي بتطول لانه الواحد يعمل ريكفري ويرجع لوضعه الطبيعي. هذا الجسم عماله بسحب من النيوترينس وبسحب عماله عشان يتحسن وعشان يعمل ريكفري. فانت عندك 3 ايام جسمك عماله بحرق فيهم، اوكي مش عماله بيطلع لك على الساعة الفيت بيت اللي انت لابسها ولا الابل ووتش انه عمالك تحرق كالوريز، بس انت هاي هي العملية اللي بتحرق لك اكتر. اللي ركبته على التريدميل حرق لك 500 كالوري ولا 600 كالوري وانتهينا خلصنا، هم هدول ما فيش غيرهم، لانه ركض يعني ما حيتعبك كتير، خصوصا لما الواحد يتعود خلص ببطل انه بطل في عنده اوجاع بالعضلات لانه العضلة تعودت على هذا التمرين، فالتمرين صار سهل. فانت اللي بتحرقه هو من شوية العرق اللي بتعرقهم في التمرين هذا وانتهينا. فما تخافوا، خصوصا الصبايا ما تخافوا من موضوع الاوزان. هاي الشغلة الاولى. الشغلة الثانية اللي انا بس بدي احكي فيه انه اللي عم بتشوفوه على الانستغرام واللي عمالكم بتشوفوه بالبنات وبالشباب اللي قاعدين بيعملوا هوم وركاوت ونطنطة وسكوات جامب ومش عارف شو، هذا كله للتصوير. حلو، لازم واحد يصور اوتدور، لازم واحد يصور شكل حلو، لازم البنت تبين شكلها وتبين جسمها، تمام. بس روحوا شوفوا يا عمي هدول الصبايا فعليا تمرينها كامل،
هو تمرينها مش هو هذا التمرين اللي عمالها بتعمله بالبيت. الهيب ثرست اللي قاعده بتعمله على الارض هي، والجلوت بريدج اللي عمالها بتطلع فيه بوزن جسمها، هذا ما راح يعمل لها الشيب تبع البيتش اللي الكل بدور عليه. لا، هذا راح يعملها بالضبط يعني شويه تونينج. بس اذا واحد عماله بنحف، اذا واحد عماله ببني الجلوتس اللي هي المؤخره اللي هي البيتش، هاي عباره عن عضله، وهاي عباره عن اكبر عضله بالجسم. فهاي اكبر عضله بالجسم يعني معناها بده نحط عليها اكبر لود. فانه لما تتمرن هاي البنت عشان تشوفيها بهذا الشكل، البنت هاي بتتمرن اوزان وبترفع اوزان قويه عليها. البنات اللي عندنا بالجيم انا بشوفهم بيرفعوا اوزان على الجلوت بريدج بتوصل 160 كيلو. وبتشوف البنت طبعا لما تاخذ صوره راح تفكريها انت انه واو شكلها موديل، ما هي ما بترفع اوزان بس بتركض. لا، ما بتركض. فانا هاي الشغله اللي بدي اوضحها، ما راح اطول بالفيديو، بس اعرفوا انه هذا اللي عمالكم بتشوفوه كتصوير وكالاشياء اللي الناس بتصورها مش هو هذا التمرين الاساسي اللي عمالهم بيعملوه. ولما تقول لك اتبعي برنامجي البيت ليه، لانه في ناس كتير بدهم يتمرنوا من البيت. حلو، تمرني من البيت كبدايه، بلشي في هذا التمرين وبعدين روحي على التمرين اللي بعده شوي شوي، حتى رح تلاحظوا انه الناس اللي عمالهم بتمرنوا من البيت ببلشوا يجيبوا شوي شوي، بجيب له دمبل وبعدين بجيب له بار وبعدين بجيب له شوي شوي، رح يرفع الريزيستنس، لانه مش رح يضل بالريزيستنس نفسها. الريزيستنس نفسها رح توصل، الجسم بيطلع هيك بوصل لبيك، البيك هاي بثبت عندها. قديش انت عمالك بتضلك تحط، مش حتضلك تمرن في 2 كيلو او تضلك تمرن بريزستن بان خفيفة، راح ترفع. بس توصل هاي البيك بتعمل شوك، الشوك هذا هو عبارة عن تغيير للتمرين، تغيير للبرنامج كامل، وتغيير للأوزان. في عنا أكثر من طريقة عشان نغير اللود على الجسم، مش دائما طبعا بنرفع أوزان أعلى، ومش هاي هي الطريقة الوحيدة، بس برضو راح نستعمل فيه أوزان. فلما تيجي انت على هذا الحكي كله راح تطلعوا وراح تشوفوا انه هدول الصبايا عمالهم بتمرنوا وبتروح وبتركض وبتعمل الكارديو وبتخلص الكارديو، بعدين بتنزل على تمرينها تلاقيها بتعمل الليج بريس عالي، بتعمل السكوات عالي، بتعمل الهيب ثرست باوزان عاليه. فهاي الاشياء مهم انه الكل يطلع عليها ويلاقيها. يعني بدي افتح عيون الناس على هذا الموضوع، ما تضلكم مغرورين باللي عمالكم بتشوفوه على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا انه هذا فعليا هو التمرين. لانه لو كانت هذه هي الحقيقه كان ما لقيتيش ولا بنت قاعده بالجيم، وكان بس كل الصبايا كلهم قاعدين بركضوا. فطبعا في بنات وصلوا مرحله اللي هي البادي بيلدينج، الجسم هذا اللي انت بتشوفيه وخايفه منه وخايفه توصلي له، ما بدي جسمي يوصل هيك. يعني انا عشان اوصل لجسمي هذا بشكل طبيعي اخذني الموضوع 20 سنه. هاي السنة عبارة عن سنة 21 وانا بتمرن. فما تفكروش ان العضلات راح تطلع في يومين، وما تفكروش انه الموضوع كتير سهل. الموضوع صعب لانه الواحد يوصل لهاي المرحلة انه يبني هذا الجسم وهاي العضلات. حتى الصبايا هدول اللي بتشوفوهم اللي هي شكلها عبارة عن وحش، هاي برضو في منهم باخدوا ستيرويدز، في منهم طبعا البنات برضو باخدوا ستيرويدز، مش بس الشباب باخدوا ستيرويدز، في منهم بتمرنوا لهم سنين وبرضو هذا هو الجول تبعها. انت الجول تبعك عبارة عن اشي تاني، رح نوصل للجول تبعك اللي هو عبارة عن اشي تاني، بس مش بالطريقة اللي انتم فاكرين انه واحد بس يركض كارديو ويعمل سكوات جمب بالبيت وهذا الحكي. فانتبهوا على هاي القصة وركزوا عليها، ويعطيكم العافية.